أحمد، بداية بنعزيك، بنعرف أنه استشهد ابن عمك بالأمس، ذبح من قبل داعش بتهمة مثل ما خبرتني التعامل مع النظام السوري، هي كانت تهمته. شيخ بلال، بدك تعزيه للشيخ أحمد؟ والله احنا بنعزي الشعب السوري، كل واحد قتل يعني سواء على يد. اسالك سؤال محدد، بدك تعزيني؟ انت من شغلك؟ انت من شغلك؟ ما انا بصراحه كيف في اصول التعاطي؟ كيف ما انا يعني من شغلي؟ انت ملك سوريا؟ هون روح بقى، هدي واحد مثلك اللي يسكت ويصير يلعن ابوك على